السلام عليكم اخوان المتتبعين، كما وعدناكم احنا جبنا لكم فيديو جديد. هذا كيتعلق بالتركيب ديال لاكارت مير، كارت مير ديال اش بي ايليت بوك 840، معروف يعني هاد الاش بيات وهو من النوع ديال لي بي سي اللي هما سوليد شويه يعني زوينين. هذا كما كتعرفوا يعني ضربات لولا كارت مير. هنا انا في هذه الحاله كنحل لا كارت مير القديمه باش نحيدها وكنركب ليه كارت مير اللي هي تقريبا جديده او اللي مستعمله وباقا خدامه يعني مزيان. هنا في هذه الحاله كانت عندي لا كارت مير هي الانتل اللي راكبه فيه، حاولت نحيد الانتل وركبت ليه لا كارت مير اي ام دي. هنا الانتل قليله شويه هنا من جهه. هنا كما كتشوفوا معايا انا كنحل الفيسات، هذا فيه شويه الفيسات يعني بي سي شويه ما نقولوش واعر في الحله ديالو، ولكن يعني ساهل في الحله ديالو و كيمتاز يعني. الشاشه ديالو صغيره لانه كطور بوس. بالنسبة يعني أي واحد يقدر يفتح هذا البي سي يخدم عليه، ماشي شي بي سي اللي هو واعر ولا صعيب في الحلة، نحتاجو غير تورنوفيس اللي كيتسمى تورنوفيس نجمة، تنحتاجو تورنوفيس يعني ميريكان صغير، وكذلك المجموعة ديال الأدوات اللي خاصها تكون متوفرة عند أي واحد يبغي يفتح ام بي سي بورتابل. هنا كما تلاحظوا معايا كاينين تما دي فيس هما ديال لا سوري، وكاين دي فيس اللي تيكونوا شادين يعني الكادر مع يعني الجهة الأمامية ديال الكلافي. هنايا كنحاول نفك يعني كل شيء لي فيس باش ميبقاش عندي مشكل. وفي هاد الحالة كما كتشوفوا معايا يعني انا غادي كنفتح هاد الحاجة، وانا في هاد الوقيتة حيدت يعني حيدت يعني ديك القفالة ديالو باش نحيدو لاكارت مير. وبالفعل هنايا حنا كنحيد لاكارت مير، ان هاد لاكارت مير هي اللي اوندوماجية يعني خصني نبدلها في كارت مير اخرى اللي هي خدامة. هنايا غادي نحيد يعني الفيس ديال لوبونتيلاتور، واحد جوج ديال لي فيس ولا ثلاثة تيكونو شادين لاكارت مير مع السيبورا ديالها، كنحيدهم تما معايا. وكنمشي نحيد حاجة بحاجة، من ضمنهم هاد لي لامب خاصك تكون راد معاهم البال تحيدهم، لأن تيكونو عندهم بحال شي فرانات إلا يعني شدينا مزيان ولا جرينا مزيان يقدروا يترسوا لنا في يدينا. لهذا احسن وسيله يعني كنخدموا بالبانس بالعسيل، وكنخدموا يعني بطرق احترافيه يعني حتى لو نحيدو ما نشدوش بزاف عاوتاني ولا نبركو عليهم ولا نطروهم كما نقولوا باش ما يترسوش. هنا انا كنحل في الفيسات ديال الفونتيلاتور، من طبيعة الحال تيكونو فيسات ديال الفونتيلاتور وفيسات اللي كيكونو يعني مزيرين الرادياتور مع الميكرو بروسيسور ولا مع لاكارت جرافيك الا كانت فيه كارت جرافيك. هنايا انا غادي نحاول نهز لاكارت مير بواحد شوية، وهنا كنحاول نحيد لي ناب يعني كامل، من ضمن واحد لاناب تتكون يعني داخل هادي استسمح يعني الكارت مير اللي هي يعني خدامة. هنا كنحاول نهزها موحد البي سي اللي هو يعني شنقولو كاس، كان فيه مشكل ديال ليكرون ولا مثلا ديال شي 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 عطب اخر من غير لاكارت مير، كنهزو من لاكارت مير وكنستعملوها في ام بي سي اللي هو مازال خدام مزيان ومجموع. هنايا خصني نحيد يعني لاكارت مير
كما كتشوفوا معايا، انا غادي ننزعها طرق، هي واضحه وباينه كما كتشوفوا في الفيديو. كنجرب لاكارت ديالي بشويه باش ما يبقاش شاد شي خيط ولا يعني شي، كما كتشوفوا الخيوط ديال لاكارت ريزو، الخيوط ديال الباف، يعني تا هما خصني نحيدهم لانه شويه الى بقاو وبقيت كنجرب يقدروا يتقطعوا ولا ترى فيهم مشكل. من بعد هاد العملية يعني كنحيدو لاكارت مير، سهلة، كنجيبو البيسي ديالنا الاخر اللي هو فيه المشكل، بطبيعة الحال تا هو تنحلو حنان بحال ما هاد الشكل، وكنجيبو هاد لاكارت مير اللي هي خدامة وتنقيسيوها. تنقيسيوها هو الاول عاد باش كنبداو نديرو الفيسات يعني ونربطو ليه جميع يعني المسائل اللي كانت راكبة ليه. كما كتشوفوا معايا حيدتها من هذا القديم يعني بيسي قديم، وغادي نركبها واحد البيسي اللي هو نيت هو قديم، ولكن يعني لاكارت مير ديالو كما قلنا اوتوماتيك، يعني اش خصني ندير ليها خصها تشونجا، وانا في هذه الحاله دابا كنشونجي فيها. هنايا هذا يعني البيسي القديم، احنا حيدنا منه هذيك لاكارت مير. ندير هنايا غادي نمشي نحيد يعني حتى من البيسي الاخر لاكارت مير ديالو باش نخلي البلاصه لهاد لاكارت مير ديال هذا اللي خدامه باش نحطها فيه وغادي يخدم مافي شي لينا. هذه هي الطريقه اللي كنديروا يعني سهله ما صعيباش، يعني من ضمن الادوات اللي كنحتاجو كما قلنا طورنو فيس، ويكون عندك يعني شي حاجة اللي هي تتكون رقيقة باش تهز، يعني تكون فيه جوج طورنو فيسات، هذا طورنو فيس ميريكان طورنو فيس تاني نجمة كيما قلنا. هي الطرق هنا كيما كتشوفو معايا، شت البيسي ديالي اللي غادي نحيد لاكارت مير ديالو وغادي ندير لاكارت مير ديالي، هذا هو اللي خاسر فيه لاكارت مير. يعني كما كتشوفوا معايا خاصني نحيد حاجه بحاجه، ومن ضمن الحويجات اللي غادي نحيدها هو الاول هو الباتري ديالو هنايا باش ما يبقاوش خدامين، يقدر يكون فيه لو كورون ولا هادي ونقيسو يعني شي سيركوي ولا هادي، يقدر لا قدر الله يتحرق ولا من الاحسن كنحيدو وكنمشيو تحتو مباشره. كاين لي فيس كنحيدوهم، هاد لي فيس هما تقريبا تيكونو شادين لوكادر يعني ديال البيسي مع الجهة ديال الكلافي، أنا كنحيدو تقريبا تيكونو عندنا شي سبعة د الفيسات تمايا، ومن بعد كنحيدو يعني الفيسات ديال الديسك دور، هدا هنا كيتواجد الديسك دور، يعني كنحيدو ليه واحد ربعة د الفيسات تاهويا. كنجروه ما غاديش نحاولو مثلا نعزوه ولا يعني نبقاو نجبدو فيه، لانه كيد عندو طريقة باش كيتجر، هو كتجرو للخلف يعني للخلف باش كيتحيد لو ديسك ديور، من بعد بحال الطريقة ملي كنجرو للخلف و كنهزو لو ديسك ديور ديالنا. هنايا كدوز للمرحلة الأخرى اللي هي المرحلة ديال يعني نحيدو كاع الفيسات ديال البيسي يعني من الجناب وفي كل الاماكن فين ما كاين شي فيس كنحيدوه باش نحيدو هكذايا يعني هاد الكادر ديالو، اولا كيما كي متعارف عليه عند المعلمية القبر تنقولو القبر ديالو، يعني هذا هو اللي كيكون شاد البيسي. هذا كنحيدو يعني فيس بفيس، وكان كل مره كيبان لينا الا بدا كيتحيد بحال ما هكايا صافي راه بقى شادو تا فيس، يعني في هاد الحاله نقدرو نحيدو، ولكن الا بقى شي فيس بحال هذا مثلا كنمشيو كنديرو ليه هكايا تا هو كنحيدو، مجرد ما يتحيد كتهز يعني ساهل هو تهزات لينا هاد الكادر ديالو اولا القبر ديالو كما كنقولو ليه. هنا يعني غادي نمشيو نحيدو لاكارت مير، حيت هاد لاكارت مير اللي قلنا هي اللي فيها مشكل،
من طبيعة الحال أي حاجة اللي هي خدامة فيها، مثلا بحال الفونتيلاتور، بحال البروسيسور، البروسيسور تيكون انتيغري فيه، يعني ما غاديش نحيدوه، يعني الفونتيلاتور والرادياتور ديالو والبيل، غالبا هادو هما اللي تيكونوا خدامين في هذا. ولكن في الحالة اللي عندي أنا، مثلا عندي كارت جرافيك، يعني ديال أو لا بي سي اللي هو انتل، وغادي نلصق يعني بي سي اللي هو اي ام دي، كنخلي نفس هاد الفونتيلاتور اللي في هذا كتبقى في هذا، واللي في هذاك كنركبها الفونتيلاتور ديالها. اذا هذه طريقة من الطرق اللي هي كنستعملها. هنا كتشوفوا معايا، يعني خصني نحيد الكلافي، الكلافي هو كان شي حاجة اللي هي رقيقة بحال الحالة ديالي. هنا استعملت واحد الموس او سكين صغير كيما نقولو، وكنحيد الكلافي ديالي حتى هي باش ما تقاش ليا. من طبيعة الحال خصك ضروري تحيدها، لانك بغيتي تحيد لاكارت مير، اي حاجة عندها علاقة بالبي سي خصها تحيد، اي ناب راكبة في البي سي خصها يعني تنزع بطرق اللي هي سلسة، اللي منهم لاناب ديال لافيشاج، البوطونات الشعيل، يعني تكون عتاني دلاسوري، قاع هادو كنحيدوهم بطرق باش نخدمو يعني لاكارت مير، نحطوها تجي في بلاصتها ونلصقو ليها المسائل ديالها كاملة كيف ما كانت لاصقة الأخرى وخدامة الأخرى. هنا كتشوفو في هاد الحالة أنا كنحيد يعني الفونتيلاتور، وكنحيد عاوتاني كارت مير من بلاصتها، هنايا كيما كتشوفو معايا. هنا كنمشي كنحيد واحد جوج ليفيس، تلاتة د الفيسات تيكونو في لاكارت مير، هما تيكونو شادين للبي سي مزيان، يعني لاكارت مير باش كتكون محكمة، ما كانت يعني ما كتزعزعش. وهنايا كنمشيو نحيدو واحد الناب، هي هاديك ديال لاسوري، ونقيسها بيدي. هاديك الناب ضروري تاهي خاصها تحيد، إلا محيدتيهاش و تجدر لاكارت مير تقدر تقطع، يعني خاصها تحيد. هنايا تشوفو معايا، أنا كنحاول نجبد لاكارت مير عندي ونتأكد واش باقي شي بيس، واش مبقاش، غالبا غادي تكون باقي شي بيس، ولكن خاصك يعني تبقى تجر لاكارت مير حتى تتحيد من بلاصة. و كتهز لاكارت مير صافي، يعني كتبان لينا راه يعني اوكي. دابا نحطو كارت مير اخرى اللي هي في بلاصة، هنايا يعني كنحيدو كما قلنا كارت مير كتحيد منها يعني المسائل اللي فيها تقدر تخدم بهم الاخرى، بحال مثلا الغرام، بحال البيل، بحال كما قلنا الفونتيلاتور والرادياتور، اللي كانت بحال بحال سيرمون، ولا ما كانوش بحال بحال كتخلي مثلا داكشي اللي في الاخر كيبقى في هذا. يعني كما كتشوفوا غادي نزعيني الكابل ولا الخيط ديال الهوت بارلور اللي هو راكب ديجا، تحيدو. ومن طبيعة الحال كتحيد حتى هادوك لي كابل ديال الريزو، تا هما ضروري تحيدهم. انا حيدت لاكارت مير هنايا كيما كتشوفو معايا، قاعدة لاكارت مير اللي اندوماجية فيها يعني كلشي ديال البيل ديال المسائل ديالها كلشي، انا غادي نحيدوها وغادي نجيو نركبو الاخرى يعني اللي خدامة. هنا كتشوفو معايا كنجي جبت لاكارت مير الاخرى يعني اللي خدامة، هنايا كما كتلاحظو معايا لاكارت مير اللي خدامة هادي ديال دوبل كارت جرافيك، ماشي دوبل كارت جرافيك وانما الاي ام دي، هي فيها مجزبة. حنا غادي نتأكدو منها واش خدامة، حنا غادي نشعلوها، إلا شعلت لينا إذا راه حنا تنتأكدو بلي راه لاكارت مير خدامة. ها هي هاد الحالة، يعني شعلات لاكارت مير هادي خدامة. اش غادي ندير دابا؟ خصني نركبها، وأنا فاش كنكون ركب فيها تنتأكد حاجة بحاجة، ناب ناب
يعني ينفكر كل شي حاجة تنتأكد منها لا تكون اندوماجي ولا خاسرة وما تبغيش تركب ليها. هنا انا حاول تركب البي سي كامل يعني نجمعه، ولكن هنايا من بعد ما جمعته بان ليا واحد ديفو. الديفو هو ان الناب مثلا يلا سوري ما خداماش، خصني نحيدها لان فيها مشكل. غير كنركبها كنحطها في بلاصه يعني كنبغي نديماري البي سي ما تيبغيش يديماري. يعني هنايا علاش قلت لكم ضروري نتاكدوا فاش نبداو نسدو، لان تنقولوا راه لا كارت من الخدامه و ايسينا خدامه، ولكن فاش كتجمع البي سي كيبان لك ان بروبليم اللي هو تيكون ربما بسيط وكيدير لك مشكله. هنايا عندك مشكل في الناب ديال لا سوري، يعني غير كتبدلها، مجرد ما تبدلها كي افيش لينا لو بي سي. هنا كما لاحظتوا معايا يعني انني عاودت حليت البي سي ديالي وركبت ليه يعني صمت اخرى اللي هي اوزمون كانت في ديك لاكارت مير الاخرى. فاش ركبتها يعني صافي لي مرة البي سي ديالي خدام مزيان، تيستو مزيان. هذا باش عطيتو لو كليون، و هنايا كتبان يعني العملية ديال كيفاش نركب لاكارت مير. أغلبية تتكون عنده مثلا كيشري كارت مير وما تعرفش كيفاش يركبها، ولا ما تعرفش يعني كيفاش يحطها في بلاصتها. يعني هي الطريقه هي سهله، وربما كان الفيديو واحد شويه اللي هو يعني مازال ما كايناش عندي تقنيه اللي هي شويه جد متطوره باش نبقى نسجل دي فيديو اللي هما يكونوا واضحين ويكونوا يعني باينين. لهذا يعني تنقول لكم اسمحوا لينا بالنسبه للمشاهدين والمتتبعين ديالنا، وان شاء الله التعاون ديالكم وليزابوني ديالكم غادي ان شاء الله نحسنوا من الوضعيه ديال القناه، وكذلك في يعني ناخذوا ماتيريال باش نخدموا. باش هكذايا اي واحد يكون تكون عنده ظروف متاحه يعني باش يشوف من خلال يوتيوب ومن خلال يعني التجارب كيفاش يخدم وكيفاش يعني يقضي اغلب يعني الاصلاحات وهادي راسو يعني وفدارو. وهنايا كما كتشوفوا معايا انا جمعت البي سي يعني مزيان، دوري قلتو يعني البي سي راه هداك مخير في الخدمة ديالو في كل شي ديالو يعني افيكاس. هذا هو اللي كاين، و يعني متبخلوش علينا بالاقتراحات ديالكم والتعليقات ديالكم، وكذلك بالبارتاج ويعني كل ما هو مفيد. والقناة هي ديالكم ومنكم ولكم. لهذا أقول لكم شكرا على حسن الاستماع، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا.